السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الأول متوسط، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة لنموذج الامتحان شهري حسب المنهج الجديد 2022-2023. هذا منهج اللغة الإنجليزية اللي صار بتنقيح، حذفت بعض القطع القديمة وأنضافت قطع جديدة. عندنا بالنسبة للسؤال الأول يقول question one انسين بسج، يعني لا تمر اقرا القطعه بتمعن، read the following passage carefully، اقرا القطعه هاي التاليه بتمعن، لا تمر مرور الكرام. القطعه شو تقول؟ we start before breakfast and the weather was good، يعني نحن بدانا قبل تناول الفطور، الجو كان جيد. there were four people in the car، أربع أشخاص موجودين في السيارة. They are all my family، هم جميعهم من عائلتي. There were many cars on the roads as my father drove the car، الكثير من السيارات في الطريق وأبي كان هو اللي يسوق السيارة. We went to Baghdad and we took our lunch with us، يعني نحن ذهبنا إلى بغداد وأخذنا معنا شنو غذاءنا. The car ran where and we returned home in the afternoon. Finally we were happy after the picnic، يعني بعدين احنا يعني كنا طلقة السيارة جيدا، ومن مرة رجعنا الى البيت في المساء، واخيرا نحن سعداء بعد تلك السفر او الرحلة. السؤال الاول يقول now mark T، يعني true is the sentences is true and F is it is not، يعني اجب جواب true false اذا كان الاجابة صحيحة او الاجابة خطأ. عندنا اول وحدة there were four people in the train، هم كانوا صحيح اربع اشخاص بس مو بالقطار، كانوا بالسيارة، فالجواب راح يكون false، الجواب راح يكون false. زين الجواب راح يكون false. نجي على الوراها يقول they went to بغداد، هم ذهبوا الى بغداد. الجواب نعم، هم ذهبوا الى بغداد. They went to بغداد، الجواب true، الجواب true. نجي they were unhappy after picnic، الجواب false، هم كانوا غير سعداء بالرحلة، الجواب false. The weather was bad، الجواب غلط، كان الجو جميل. والنقطة الخامسة they start the picnic before the lunch، we start before breakfast. يقول هنا they start، يعني نحن بدأنا بالرحلة قبل الغداء، جواب صحيح، جواب true. they were many cars on the road، الجواب أيضا true، الكثير من السيارات موجودة في الطريق. هنا عندنا text box، تكست بوك العفو باسج، يعني القطع اللي موجودة في الكتاب. answer the following question with information from your textbook، يعني احنا راح نجاوب على القطع اللي موجودة عندنا بالكتاب. what does Karin like to eat، نقول كارين او she باع اجزاء الطلبة، بما انه موجودة does، فلازم نخلي للفعل لايك نخلي له اس، شي لايكس، هي كانت تو ايت فيش، انت تحب ان تاكل السمك فيش، ونخلي النقطه. زين هاو ديد احمد جيت تو هوتيل، شلون احمد وصل الى الهوتيل، هم وصلوا انهم اخذوا تاكسي، فالجواب راح يكون احمد أو he got، شوفوا الفعل go الماضي مالته يصير got، he got to the hotel by
تاكسي. باي تاكسي بواسطة التاكسي سيارة الأجرة. أحمد go to the Faisal hotel at 2:30 يعني الساعة 2:30. True or false؟ الجواب false. الجواب نلعفه الجواب true نعم هو جاء ساعة الجواب true. نجي where does Karin come from؟ منين اجت كارين؟ كانت من استراليا فنقول she comes ايضا نخلي s ليش لان does she comes from هي من استراليا. زين نجي هو از جين من هي جين نقول she is هي صديقة كارينز فريند صديقة كارين. Did the boy enjoy the film؟ هل استمتعوا الأولاد بالفيلم؟ الجواب لا فإحنا نجاوب هنا على نو. شوفوا نجيني سؤال لازم الجواب يكون بهذه الطريقة أعزائي الطلبة نو مو بس نو تقول نو they على اعتبار أنهم مجموعة boys فأستخدم they didn't no they didn't. نجي على الجرامر اند فنكشن اللي هنا راح يصير على القواعد اللي اخذتوها بالوحده الاولى. هي جو تو ذا بارك لاست ويك شفت لاست ويك وي ريد باست سمبل فش اسوي اقول هي واجيب هي وونت لان الفعل الماضي وينت هي وينت تو ذا بارك وينت تو ذا بارك last اسوي ايش قال لي ماضي بسيط simple last week زين واجي على النقطه الثانيه. النقطه الثانيه يقول they visit every years شوف من جايب لي every years فاعل من جايب لي every years بما انه يعني ما استخدم اللي بيها بما انه they وراح يصير فقط استخدم visit استخدم visit اللي بيها visit اختار visit ما اختار visits زين هنا أنا أداة التملك إذا بالأخير سميرة lost her watch yesterday I think this is hers فأستخدم الكلمة اللي بيها s لأن بالأخير وماك وراها كلمة. هنا she usually cleans the house negative الفعل المضارع البسيط present simple فإذا عندي مضارع بسيط فش أسوي أني أول شيء أقول she usually دائما هنا أنا راح يصير التغيير نسوي الماضي العفو نسوي النفي يريد نفي نيجاتيف فكلين أقول doesn't ليش خليت doesn't لأن الفعل ماخذ s فلازم الفعل اس استخدم doesn't استخدم doesn't she doesn't clean usually لان هنا ظرف اكو خلي الظرف يصير بعد الفعل المساعد usually عادة clean ترجع اشيل الاس من عندها لان does اخذت الاس the house هذا التغيير اللي يصير اعزائي الطلبة وخلي نقطة. نجي على the cheetah is beautiful it is very fast. الشيتا هو شنو الفهد حيوان الفهد هو جميل and وسريع فالصفة مو متناقضة فأستخدم and. He went to the zoo last month. Question سويها سؤال احنا شنو هنا السؤال من أرد أسأل سؤال فعندي طريقتين للسؤال يا أما أستخدم did أنت ذهبت آخر أسبوع يا أما أستخدم وين أنا راح أستخدم لكم وين لأن السؤال عن الزمان أو أي السؤال عن الزمان هل متى ذهبت إلى الحديقة أقدر أسوي هيك أو أستخدم did أقول did
capital did did شوفوا من اجيب did لازم ايش اجيب وراها الفاعل وي هذا ترجع الى اصلها وي جو تو ذا زو لاست مانث واخلي علامة الاستفهام زين هنا يقول باست كونتينيوس سوي ماضي مستمر فانا عندي ذا بوي ذا بوي يعني هي مو جمع فاقول هي سويم شو يصير لازم انا اجيب ماضي مستمر فاجيب واز واخلي سويم اخليها لازم بها اي ان جي وهنا ما انسى هي سويم تضاعف الام واضيف تتكرر يعني حرف الام واضيف اي ان جي ان ذا ريفر ان ذا ريفر واخلي نقطه نجي على المعاني عندنا ذا نيديليشيس يعني لذيذ فانتاستيك رائع لو لي محبوب وورنج ممل وتربل مزعج او مريح عندنا هنا ماي براذر كوكت دينر لاست نايت اند ات واز ديليشيس هي طبخت امي طبخت او العفو اخي طبخ العشاء ليله الفائته كان او كان لذيذا فاستخدم ديليشيس الثاني عندنا اتشيتا كان بيران at the more than 110 كيلومتر and he an hour العفو that's يعني مثل الحيوان الشيتا يقدر ان ينطلق 110 كيلومتر في الساعة هذا جدا fantastic رائع fantastic fantastic زين نجي على الجملة وراها جاسم doesn't like football هي thinks جاسم ما يحب كرة القدم لأن كرة القدم دائما هي مملة فأقول boring مملة لأن يعتقد أن كرة القدم مملة in some country في بعض البلدان young children have to work all day الأطفال يعملون طوال الوقت أنا أعتقد I think that It is هذا شيء فظيع أو شيء مريع trouble أو مزعج زين نجي على النقطة الأخيرة يقول in the Arabian house is الخيول العربية شبيهة lovely محبوبة من الأحسن من الخيول المحبوبة lovely هذا بالنسبة لحل هذا السؤال الثالث نجي على السؤال هنا الكلمات اللي خطأ اللي يعني ضح هو جايب لي فانتاستيك بالجملة اللي قبلهن فأنا أقدر أخذ من عندهن لابولي أول واحدة لابولي والثانية فانتاستيك 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 والثالثة بلاي بلايد ضافت الإيدي هنا كام هذه شاذة من الأفعال الشاذة شوفوا الأي الأو صير أي ونضيف كي يصير كي كلين كليني درايف نحذف الفي دائما الفي بالاضافات تحذف خاصة باضافة الاي ان جي ونضيف اي ان جي هير صارت هيرز هز تصير نفسها هز لان هي اصلا فيها اس ما اقول اخليها اسات اثنين did didn't was تصير wasn't يعني انفيها يا اما اكتب wasn't بهذه الصيغة وتصير wasn't هنا انا عندي هذا البنكشن التنقيط بنكشن مارك رايت ذا فولوينج سنتنسينج يوزينج بنكشن ماركس يعني استخدم ادوات التنقيط اول وحده ندى فراح استخدم كابيتال لان اسم وان كلمه الضمير اي او الفاعل اي دائما استخدم كابيتال ترافل هذا بدون تغيير معناها رحله وتو موصل موصل لمدينه فاستخدم الكابيتال لتر موصل المدينة لاست آخر موصل 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 وش عدي بعد عدي لاست ما يصير بيها تغيير وأجي أستخدم فرايدي كابيتال لتر لأن يوم الجمعة واخلي شنو بدات الفاعل فاخلي نقطه عندنا الستوري تايم انسر ذا فريكونسن اللي هي القصص القصيره اللي موجوده وهاي اضافه جديده اضافوها في الصف الاول متوسط هي الاجابه على القصص
يقول وير از ذا ستوري سيت، المجموعه القصصيه وين كانت؟ كانت ضمن على ما اعتقد ضمن ان ذا وشز، ضمن الشجيرات. اقول ان ذا نقول ذا ستوري، الجواب راح يكون ذا في هذه الصيغه ذا it is، يعني نقصد المجموعة القصصية it is and when in the bushes بين الشجيرة in the bushes. زين when did the story happen، شنو متى كانت القصة؟ القصة كانت آخر الشهر. هنا سألني أقول the story أو it، متى حدثت القصة؟ it مو كان story، جاي استخدم it على اعتبار أنها جمالة. happened أضيف لها ed، happened بهذه الصيغة an، وأضيف لها ed. بالمناسبة اللي تنتهي الكلمات بال an ما تضعفون حرف الان، صحيح الان قبل حرف صحيح علة واحد لكن ما يتكرر الحرف الان. هابند اللي تنتهي بالاي ان والاي ار والاو ان ما اضع، فقط اضيف ايدن ايدي العفو. فهابند لاست مان، لاست مان، واخلي نقطه. الجواب هنا ترو او فورس، يقول ذير واز كات نير بي ويتنج تو ايت ذا سويفت، يعني سويفت هو طائر الخطاف اللي هو يشبه طائر السنونو. يقول هل لانه كان القط قريب ينتظر لاكل هذا؟ الجواب فولس، لا ما كان يريد ياكله، نقطة فولس. وهنا يقول ذا نانت ونت ذا بريد تو ذا فلاي واي، العفو ذا نانت ونت ذا بيرد تو فلاي اواي، الجواب ايضا فورس، يعني ما كان القاص ذا ناراتور، يعني القاص الراوي كاتب الروايه كان يريد ان الطائر ان يطير بسرعه. الجواب فورس. يقول سويفت كان فلاي فور الموست هير، الجواب نعم ترو، لان هنا موجوده بالقصه. يقول طائر الخطاف او السمامه يسموه هذا، كان فلاي يستطيع الطيران اغلب طوال السنه، الجواب ترو. السؤال الأخير اللي هو writing choose either A or B، يعني write the letter to your friend telling him about your holiday و write paragraph about your holidays. اكتب، احنا بالرسالة الأولى اكتب صديق، اخبر عن صديقك. صديقك من تكتب له رسالة تخبره أول شيء عنه، تكتب عنوان الرسالة، وبعدين تكتب له أنه أنت رجعت إلى المدرسة وكان يوم رائع، وتحكي له عن الاكلات اللي تفضلها واللي تحبها، وبعدين تضيف لها شنو وقت فراغك او شنو راح تسوي بالعطله، وين كنت بالعطله، قضيت العطله. بينما هنا أنا تكتب فقط فقره عن العطله، مثلا شنو كانت بالعطله، شنو شو تسوي، وشنو وقت فراغ اللي تسوي. اعتقد المدرسين منطيكم كل واحد انشاء على هذا الموضوع، فانت احفظ الانشاء اللي معطيك اياه المعلم المدرس مالتك على مود تجاوب عليه اجابه صحيحه وتاخذ درجه كامله. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود بحل هذه الأسئلة. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.